أي سابق إنذار. وبينما كان الهدوء عم بيسود الأكاديمية، غارة جوية شنتها درة حملت عنوان عاصفة النومينيس. غارة على كل طالب خالف النظام هالأسبوع، غارة على اللي خالف قوانين الطبعة والصوت، وغارة على كل اللي تراجع. مكان قد التحدي. درة استخدمت سلاح الخوف لتنشر الرعب مثل عادتها بين الطلاب. صواريخ درة الفنية أرض جو رح تزلزل الأكاديمية الليلة. جاهزين؟ أنيس بدك ما تواخذني، عم بستعمل طيارتك، شايفت لك إياها. شكراً أنيس. سهيلة، ليش حستك خايفاني؟ سامعة دقات قلبك، دم تك دم تك دم تك دم دم تك. إيقاع حلو، إن شاء الله ما تلحقك شي شظي الليلة. انتبهي، خبي راسك. شو رأيكن إني أخطفكن اتنيناتكن الليلة؟ الليلة يا رافائيل، بس تسمع النتيجة رح تختنق أكثر ما اختنقت، ومش رح يلحق يركض ليك مروان. دينا يا دينا، تعي لعندي ومنعمل مسلسل درة. شو كيم كارداشيان أحسن مني؟ صواريخ من الجو أطلقتن درة على الأكاديمية، والحصيلة ثلاث رهائن. أول شخص رح يكون له شرف يروح معي بكزدورة بالطيارة، أول نوميني محمد سعد. أنا عارف إن أنا قصرت الأسبوع ده في حق نفسي، وحابب أقول للدرة إن أنا إن شاء الله راجع، وراجع بقوة إن شاء الله. وعاوز أقول إن أنا تعلمت جداً من أخطائي، وإن شاء الله أقدر أثبت للناس ولصحابي في الأكاديمي إن أنا أدي المنافسة، وإن شاء الله تبقى آخر مرة نومينيه لحد الفاينل إن شاء الله. تاني شخص رح يضب الشنطة ويرافقني برحلة فوق سطوح الأكاديمية، سهيلة. أول ما نطقت اسمي درة، صدمة كانت لأصحابي مش ليا، أنا كنت متوقعة وتوقعت ثلاثتنا. أصحابي تصدموا لأنه قدمت إيفال وكان أحسن إيفال بالنسبة للأساتذة والطلاب، لكن البراي ما قدمتش مليح، وهذا الشيء اللي خلاني نطلع نوميني. حبيت نقول لدرة بالجزائري اللي جاي واعر واعر، ورح نرجع رح فرجيك. ثالث شخص رح ينضم لرحلة درة الهليكوبترية، مشوار رايحين مشوار مع درة من روح مشوار. ركزي يا درة، النومينات الثالث هو مرتضى. مثل ما قلت لك بعد ما سمعت انه انا نومينيه من درة، ما كنت متفاجئ لانه مستواي قل من البرايمات اللي فاتوا، لكن احب اثبت للاكاديميه ولجمهوري انه مرتضى قوي، اذا رجعت راح اقدم شيء افضل ان شاء الله. درة وعدت بغارات من نوع ثاني بالاسابيع اللي جاي، والاتي مع درة اعظم. اول غلطه، أول هفوة، درة ويلكمز يو. تصبحوا على خير.